السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وصفه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم عصير ديال الباربا. بالنسبه لبزاف ديال الناس خصوصا الوليدات ما كيفضلوش المذاق ديال الباربا، فهنا غادي نشارك معكم واحد العصير اللي تقريبا ما كتحسوش بالمذاق ديال الباربا نهائيا، وكيجي مفيد للصحه ديالنا، وتقدروا انكم تعطيوه للوليدات ديالكم وما يحسوش بالمذاق ديالها. هذا العصير هذا غادي نحتاج ليه نصف لتر ديال الحليب. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب افراد الاسره. عندي هنايا جوج ديال البنانات مقطعين، وعندي هنايا جوج ديال الباربات اللي كيكونوا الحجم متوسط مسلوقين ومقطعين حتى هما. انا كانوا عندي هنا في الكونجيلاتور، وعندي هنايا واحد الياغورت بنكهه الفريز. بالنسبه للياغورت ضروري يكون بنكهه الفريز لانه كيغلب على الباربا. وعندي هنايا ساشي ديال الفاني، وعندي جوج معالق كبارين ديال السكر سنيده. بالنسبه هنايا كتشوفوا عندي نصف كاس، ولكن انا درت غير جوج معالق كبار لان كيبقى على حسب الحلاوه ديال الباربا وعلى حسب الحلاوه ديال البنان. داكشي علاش انا ضفت السكر تدريجيا، ضفت في الاول ملعقه وفي الاخير مني طحنته ودقته زدت ملعقه ثانيه فقط. نتوما غادي ديروا السكر على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه للسكر هنايا انا درته على حسب البنيه ديالي لانها ما كتبغيش ليا شي حاجه تكون مسوسه. حنا عاده كنشربوا العصير مسوس. هنا غادي ناخذ كاع دوك المكونات ونخلطهم مع بعضهم. بالنسبه للباربا انا كانت عندي هنايا في الكونجيلاتور، غادي نخليها حتى تطلق شويه عاد نبدا كنطحن. هذا العصير هذا كيكون صحي بزاف بزاف، وعنده بزاف ديال الفوائد على الجسم ديالنا، ولكن الاغلبيه ديال الناس ما كيبغيوش المذاق ديال الباربا، لهذا انا ضفت هاد الاضافات هادو فما كيخليوكش تحسي بالمذاق ديال الباربا نهائيا. وبالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش الباربا وكتحاولوا تعطيوها ليهم وما كيبغيوش ياكلوها لكم، فهاد العصير هذا ما غاديينش يحسوا بها نهائيا وغاديين يشربوه ان شاء الله. وهاد العصير هذا الاساس فيه انه كيجي لذيذ بزاف، وكيبقى على حسب بغيتوه نتوما يكون خاتر بغيتوه يكون خفيف شويه. انا هنايا غادي نديرو يكون خاتر لانه كيجيني احسن من انه يكون خفيف. غادي نطحن الكل جيدا حتى ما كيبقاوش فيه دوك الحبيبات. في الغالب راه دغيا كيطحن، ما فيه شي حاجه اللي ما كطحنش دغيا، بالزربه كيطحن. غادي نطحنو مزيان، ومن بعد غادي ناخذ واحد الكؤوس. بالنسبه للكؤوس كيبقاو اختياريين، بغيتو تقدموه في كؤوس، بغيتو تقدموه في قرعه اللي تكون كبيره وتحطوا حداها الكؤوس، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا غادي نقدمو داك الساعه، داكشي علاش غادي نديرو في الكؤوس مباشره من الكاس ديال المولينيكس. غادي نديرو في الكؤوس، وكيعطي كميه تبارك الله ما شاء الله كبيره. يعني هنايا خرج ليا انا 6 ديال الكيسان بهذا الحجم هذا. ودائما كتبقى الكميه على حسب افراد الاسره، ممكن انكم تضاعفوا المكونات الا بغيتوا يخرج لكم كميه اكبر. هنايا هذا العصير هذا راه ممكن انكم تحتفظوا به في الثلاجه، ممكن انكم تحتفظوا به حتى صيبتوه اليوم، تحتفظوا به اليوم الموالي، ولكن ما يصبرش اكثر من يومين في الثلاجه لاننا خلطناه بالحليب. كيف كنعرفوا ان الحليب ما كيصبرش بزاف، داك الشيء علاش يعني ديروا الكميه اللي غادي تستعملوها داك الساعه فقط. على العكس الا كنتو كتخلطوه بالليمون فممكن انه يصبر حتى 3 ايام ولا 4 ايام، ولكن دائما انا كنفضل اي حاجه صايبتوها فتاكلوها داك الساعه بلاش ما تخليوها في الثلاجه. كان هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، كيجي رائع جدا. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال، وتكونوا كتشاهدوا وانتم بصحه جيده وبخير وعلى خير. ما تنسونيش من الدعم ديالكم بطبيعة الحال الى عجبكم المحتوى ديال القناة، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.